مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية كأس رابطة الأبطال الإفريقية، برنامج النقلة التلفزي لكلاسيكو النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. تتجهل الأنظار غدا السبت 12 مارس 2022 إلى الملعب الأولمبي بيارادس اللي باش يحتضن بداية من الساعة الثانية مساء مباراة القمة اللي باش تجمع النجم الرياضي الساحلي بالترجي الرياضي التونسي لحساب الجولة الرابعة من منافسات دوري المجموعات كأس رابطة الأبطال الإفريقية. المباراة اللي باش يديرها طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمد معروف، ويساعد كل من محمد أبو الرجال حكم مساعد أول، وأحمد حسام طه حكم مساعد ثاني. وستكون المباراة منقولة مباشرة على قنوات بين سبورتس 3، سيتولى التعليق عليها التونسي رؤوف.